المجتمع العربي الإسرائيلي مندمج في كل المجالات. في الحلقة الأخيرة كنا مع وحدة الاستطلاع الصحراوية في الجيش الإسرائيلي، واليوم إحنا موجودين في كفر يسيف ورح نلتقي مع منتخب الكيك بوكسينج الإسرائيلي اللي مكون من يهود ومن عرب. يلا تعالوا معي. في منتخب إسرائيل الجميع بيشتغلوا مع بعض في تعاون عربي ويهودي، والهدف تمثيل دولة إسرائيل في احترام. اليوم أنا موجود في واكو إسرائيل اللي هي جزء من اتحاد الكيك بوكسينج العالمي والموجود في أكثر من 50 دولة في العالم، والرياضيين المحاربين في منتخب إسرائيل اليهود والعرب هن أبطال العالم وأوروبا. كلنا منشجع بعض، نتمرن مع بعض كإخوة، حتى لما بنكون برا بتكون لعبة لأي واحد من المنتخب إن كان عربي وإن كان يهودي، بتلاقي كل أفراد المنتخب بيجوا بيشجعوه وبتساعدوا بعض، ما فيش أي اختلاف. كأنه أين مساك هذا عربيين يهودين سبورتيين إسرائيليين؟ إسرائيليين بوداي. سمعنا بيتر ساكس مدرب المنتخب العربي الإسرائيلي، وسمعنا كمان دافيد رامون نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي للكيك بوكسينج. إذا كنتم فاكرين إنه هاي الرياضة مخصصة بس للرجال فأنتم مخطئين جداً. الفريق الإسرائيلي فيه عدد غير قليل من الرياضيات والمقاتلات اللي بيمثلوا الدولي بفخر كبير. تعرفوا على يوليا ساتشكوف، بطلة العالم في الكيك بوكسينج لعام 2019. يوليا يهودية إسرائيلية اللي بتيجي على كفر يسيف، قرية عربية في إسرائيل، وبتتمرن مع منتخب إسرائيل. وعلى فكرة يوليا مقاتلة خطيرة جداً. بدكم تشوفوا؟ تبغي لي كثير איך הייתה הרגשה להיות אלופת עולם? קודם כל, זו הייתה גאווה גדולה. זה כבוד לייצג את מדינת ישראל. זה מרגיש שהחלום הצליח, שכל העבודה הקשה השתלמה, ושהכל התחבר למשהו מאוד נכון, אמיתי, ושזה קרה, סוף. זה מרגיש לך כמו סרט, ואתה עדיין לא שם. אתה מתחיל להכין את זה רק אחרי כמה ימים, שזהו, אתה כבר אלוף עולם. זה עדיין לא מתחבר לך, אני אלוף עולם, מה פתאום? כששמעתי את ההמנון, זה משהו שדימנתי לעצמי הרבה פעמים, והייתי גם אז חיילת עדיין, ואת ההמנון כשהיה בבסיס, אני כל פעם דימנתי את עצמי על הפודיום, ואני שמחה שזה הצליח ויצא לפועל. אנחנו מתאמנים כל שבוע ביחד, ואני לא מרגישה שום הבדל בינינו, אנחנו פשוט חברים. זה מעניין אתכם בכלל? זה ערבי, זה יהודי? אף פעם לא התעסקנו מזה, שום דבר. ענף הקיקבוקסינג אולי בקרוב הופך להיות ענף אולימפי. אז מה? יש מצב את מביאה לנו מדליה? מאוד מקווה, ייקח לזה כמה זמן להיכנס באמת לאולימפיאדה, אבל זו המטרה עכשיו, כן, ברור. وشو مع المقاتلات العربيات في المنتخب الإسرائيلي؟ اسمي مينا، عمري 18 سنة، أنا من جولس، وقبل جمعتين ربحت في بطولة أوروبا للكيك بوكس. البطولة نفسها هي 10 أيام، فأنت بتكون غاد في كثير شلافين لحد ما توصل للعبة تبعتك. أنا بس وصلت على آخر لعبة كنت عم بقول إنه عبرت كل هذا، أنا بدي أخلص اللعبة في أحسن نتيجة. ولما سمعتي النشيد الوطني كيف كان الشعور؟ صراحة يعني كان زي إشي طبيعي، إنه إحنا من دولة إسرائيل ومن مثل المنتخب، من مثل في المنتخب الدولي، كون إنه عملت إشي اللي إنه رح يجيب فخر كمان للدولة، كمان للمجتمع الإسرائيلي، كمان إلي لبلدي. ومنيا هي مش بس الإمرأة العربية الوحيدة في الفريق. أنوار حداد من ترشيحة، عمري 18 سنة، وأنا بطلة أوروبا مرتبتين. شفت الكيك بوكس باليوتيوب بالأحرى، حبيت تعنياتي، قلت إذا هني هدول بنات قدروا وهيك، أنا بالنسبة لي بقدر، وحبيت أجرب، قلت لايك إنه أنا بقدر أعملها، فقررت أبدأ تمرين. أعطاني كمان ثقة بنفسي أكثر. أنا بتعرف مجتمعنا كل اللي عم بيصير فيه، فيش شيء أمان في الدنيا، ف
لما أنا بمشي لحالي مثلاً بالشارع بالحارة وين ما كان صار عندي ثقة أكبر بحالي، أنا بتقدر أنا بقدر أساعد حالي بحالي. صراحة العلاقة بيناتنا كثير حلوة، يهود عرب هادو بنات كلياتنا كثير كثير صحاب. هذا حسيتي في مونتينيغرو لما طلعتوا مع بعض كمنتخب؟ آه، ما هو أنا كمان حتى نمت مع غرفتي كنت شاركتها مع واحدة يهودية. مع واحدة يهودية. تقربنا كثير لبعض، تعرفت عليها أكثر، كنا صحبات عادي، بس بعد ما شاركنا نفس الغرفة تعرفت أكثر على عادات وتقاليدهم، شو طريقة تفكيرهم. كان كتير حلو أن أتعرف على إشي جديد. في أمل كبير الكيك بوكسين يكون جزء من أولمبيادة لوس أنجلس في المستقبل. شو حلمك؟ أروح وأخذ المرتبة الأولى. تروح وتأخذ المرتبة باختصار جدا. وقال بيقولوا أنه النسوان بيعرفوا شي قاتلوا. ليش هاي الرياضة مميزة؟ لأنه قريباً جداً راح يصير الكيك بوكسينج أحد الفروع الأولمبية، والمعنى إنه في أمل كبير إنه المقاتلين في منتخب إسرائيل يحققوا ميداليات أولمبية. في البطولة الأوروبية الأخيرة رجع المنتخب الإسرائيلي مع 13 ميدالي، وكل هاد كان تحت تدريب شخص واحد اسمه بيتر ساكس مدرب المنتخب الإسرائيلي. بيتر، أنت عربي مدرب منتخب إسرائيل في الكيك بوكسينج، كيف هيك؟ مظلوم. معقول؟ ليش لا؟ الدولة بهمهاش عربي يهودي، بهمها شخص اللي هو بيقدر يقوم بهاي المهمة بشكل صح. نتمرن ومنجيب نتائج، بس دائماً never enough، يعني بدنا أكتر وأكتر وأكتر. قبل كم سنة كنا ما نحصلش هاي النتائج، بطولة أوروبا اللي قلطت ما وصلنا لكمية الميداليات هاي، بس من وقت دائماً نتعلم بعد الشغل والتحضيرات اللي عم بتكون بشكل على مدار السنة راحين نوصل، وإن شاء الله نكون عن حسن ظن الجميع ونقدر نحصد ميداليات كمان بالأولمبيادة. يعني في بالمنتخب يهودي متدين، وفي بتلاقي مثلا عربي مسلم متدين، ما فيش اختلاف، بالعكس احنا مع بعض اخوه واصحاب. صادفت معنا مسبقا مره ببطوله العالم اللي في شخص عندنا بالمنتخب طبت لعبه مع دوله عربيه واللي قباله امتنع انه يطلع ويباروا معه. كيف كان الاحساس الشعور بالنسبه للوضع هذا؟ كيفنا، غلبنا بدون مباراة. طلعنا مباراة. يعني كنت تلعبوا فيش مشكلة، احنا بنكمل لقدام. لا احنا فيش عندنا مشكلة، بالعكس يعني حتى مع دول اللي هي عربية بنصادفهم برا في حكي بيناتنا برا. السياسة ما بتلعبش أي دور بالرياضة عنا، احنا جايين نعمل رياضة وبس. فما فيش عندنا أي مشكلة حتى لو إحنا طلعنا مع أي دولة، حتى لو دولة معادية لإسرائيل، إحنا رايحين نعمل رياضة مش حرب، فإنه إحنا نطلع مع الكل ومن بار الكل. إحنا أصلاً منروح ومن بار ومنحقق النتائج الأولى عشان كمان يرفعوا النشيد الوطني بمدن ودول أوروبية، لأنه هذا إنجاز لإلنا وللدولة. أنا بفتكر إنه الاتحاد تبعنا نموذج لشراكة تآخي محبة بين شعبين، بيتمرنوا مع بعض، بيشاركوا بعض بكل إشي، بتمارين، بأفراح، احترام، ما فيش ولا أي مشاكل بيناتنا. كان تمرين عندكم كتير منيح اليوم، بكرة تتأخروش، تعالوا على الوقت نكمل بالتمرين، لأنه في عنا المباراة الجاي رح نتمرن كل يوم، ما بدناش نعطل، بدناش تأخير، فبشوفكم بكرة. وفعلاً منتخب الكيك بوكسينج الإسرائيلي هو نموذج لكل المجتمع الإسرائيلي للشراكة الحقيقية بين اليهود والعرب في دولة إسرائيل.